ناقشها هذه يا ولد الرخص. نسمع ضاحي. هذه كنت طالع من اختبار وصور للسنابولي. طيب طيب على وقت ما في سناب. ها ما في سناب ما في سناب. هذا اللي يكتب باك بعد اختبار كان الرياض. لا شوف باك عقب احلى اختبار. كنت مشغل شيله ومستانس لاني جبت درجه كامله بالاختبار. اذكر الشيله مشغل شيله مطير. قولوا له مطير ما تنطل. قولوا له مطير ما تنطل. بيض الله وجهك يا ضاحي الشمري. وجهك يا حبيبي. طيب خلونا نروح للي امس فرح بشوفه تهله الجميل جدا بسام السيد. هنشوف الاثنين.